أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. أنتم الأولياء على بالي بلي عندكم تساؤلات عديدة، علاش وليدي هكذا، علاش وليدي هكذا، وتحبوا نصائح من طرف أخصائيين. عمو يزيد جاب لكم هذه الحصة هذه باش يستضيف فيها في كل مرة أخصائيين يوجهكم في تربية أولادكم اللي هم أولادنا وراهم تحت جناحنا. الموضوع تاع اليوم موضوع مهم جدا. بزاف الناس أولادهم ما يحبوش يروحوا المدرسة. وليدك هكذا ما يحبش يروح المدرسة، تتساءل أنت كولي أمر أم ولا أب ولا كيفاش تدير معاه. اليوم جبنا لكم أخصائيين باش نتكلموا على هذا الرهاب المدرسي، يعني الطفل اللي ما يحبش يروح المدرسة. راح يساعدني اليوم حاضر معايا سي لابري نور الدين، أستاذ منذ 39 سنة. مرحبا بك سي نور الدين. مرحبا بك، تفضل تفضل. شكرا. مرحبا مرحبا مرحبا. ومعايا كذلك الأستاذة حريش أمينة، مختصة اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذة، شرفتينا شرفتينا. مرحبا بك. ككل مرة نستضيف ولي أمر باش يكلمنا على هذا المشكل إذا عاشوا تجربة نتاعو يتكلمنا عليها شوية. اليوم معنا موسى دراج. مرحبا بك. مرحبا بك، شرفنا. الله يشرف لي. تفضل تفضل تفضل. وفي كل مره نجيبوا طفل ولا طفله يدير الواجبات المدرسيه نتاعو في هذا المكتب الجميل هذا قدامكم باش انتم ثاني الاطفال ديروا الواجبات المدرسيه تاعكم بانتظام. معنا اليوم وائل. تعال تعال وائل، تعال. اروح وليدي. واش راك لاباس؟ شحال في عمرك وائل؟ سبع سنين. سبع سنين. واش مسنه تدرس؟ ثانية. شاطر انت ولا؟ شاطر. شاطر الله يبارك. قل لي وائل، انت في الواجبات المدرسية نتاعك كي توسيهم؟ توسيهم بانتظام حتى تسنح حتى ماما ولا بابا يقول لك، ولا تروح توسيهم وحدك؟ بانتظام. بانتظام وحدك ولا حتى يقول لك ماما وبابا؟ هما يقولوا لك روح تقرا ولا وحدك تروح تقرا؟ مرات هما يقولوا لك، مرات تروح وحدك. وحدي. وحدك، بصح مرات هما ثاني يقولوا لك يا اخي. هيا برافو. دونك روح دير الواجبات المدرسيه نتاعك في هذا المكتب الجميل اللي حضرناه لك. تفضل تفضل وائل، تفضل تفضل تفضل. وانتم ثاني يا اطفال لازم الواجبات المدرسيه تاعكم تكون بانتظام، ما تستناوش حتى ماما ولا بابا يقول لكم، روحوا ديروا الواجبات المدرسيه تاعكم. شكرا شكرا شكرا. إذن مرحبا بكم في عدد جديد من حصتنا أولادنا تحت جناحنا. الأولياء دائما يتسألوا ويرسلونا ويقولوا لنا، بالمرات يبقوا عاجزين عاجزين عند وقائع، عند حالات تصادفهم في حياتهم اليومية مع أولادهم. والحالة اللي نعرفوها كاين حالة الأولياء يقعدوا بالمرات مكتوب في الأيدي عندها، هو وليدك ما يحبش يروح يقرأ، يعني عنده رهاب رهاب مدرسي، انا ما نروحش نقرا وطفولي يلعب ما يروحش يقرا. يعني بالمرات راهي مأساة مأساة في العائلة. حبينا اليوم نوضحوا بعض النقاط هكذا، يا هل ترى هذا الرهاب المدرسي هذا حاجة خطيرة، حاجة ماشي خطيرة، حاجة تخلينا لازم يكون هلع ما يكونش، بمن لازم نتصلوا، كيفاش لازم، وش هما النصائح اللي نقدروا نعطوه لهم. انا نظن باللي في هذه الحصة سي لابري نور الدين مربي ومعلم وأستاذ ومدير مؤسسة وكامل منذ 39 سنة، نضرب لي هذه الحالات هذه عايشتها. أنا أقول مشي تعرضت لها، عايشتها عايشتها كامل. كيفاش أعطينا تجربتك الشخصية وأعطينا وش هما التدابير يعني اللي يعطوهم مثلا للمعلمين والمربيين وكامل، كيفاش تعملوا مع هذه الحالة، باش من بعد نرجعوا للسيدة أمينة تورينا جانب الأسرة، يعني كيفاش الأسرة تتعامل مع هذا الشيء. احنا ماذا بينا تعطينا النقطة الأولى، هل تعرضتوا لهذا الشيء وهل هي عادية؟ هل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي يزيد، موضوع أهم جدا وحساس، وقد يعيشه أو تعيشه عائلات كثيرة.
وليس في الجزائر فحسب وإنما في كل بلدان وشائع. لأن الطفل في الحقيقة طفل هو طفل، يعني في حاجة مشتركة عند كل أطفال العالم. ثم فيه فوارق وفيه حاجات تدخل. أولا هذا الخوف أو الهيبة أو الإهاب كما سمي للمدرسة، هذا قد يصيب، لا يصيب إلا الأطفال الصغار بدنجي بالضبط، وإنما قد يصيب حتى كان أطفال في مختلف الأطوار. نعم في مختلف الأطوار من بعد، ولكن الأسباب تتغير بطبيعة الحال تتغير، يعني حتى المراهقين كان اللي ما يحبش يروح في فترة من الفترات بعد يرفض الذهاب إلى المدرسة، هذا يحصل. احنا ما يخفاش بأن الطفل يعيش في المرحلة الأولى من حياته حتى الخمس سنوات ست سنوات داخل محيط معين اللي هو الأسرة، بالضبط هناك علاقة وطيدة مع مع الأم خاصة، ثم مع من يعيشون معه الأب والإخوة، ومن بعد تطلب منه أنه يفارقهم ثم سويعة في اليوم، يعني يكون في أمان، يشعر بالأمان، حنان، الحنان، الأمان، كل شيء، يعني الاعتناء، الفشوش هذا بالدرجة تاعنا. ثم الطفل سيغادر فجأة، نتكلم على المرة الأولى، خاطر كان الخوف عند الطفل للذهاب للمدرسة للمرة الأولى، وهذا هو الشائع، وهذا بالضبط. هو اللي يخوف ويقلق الأولياء أكثر، بالضبط. فالطفل سيغادر هذا الوسط ويذهب إلى المجهول، فالطفل سيذهب إلى مكان لم يألفه، لا يعرفه، سيلتقي بمعلمين لأول مرة، بمدير لأول مرة، برفاق لأطفال لأول مرة، إذن هذا مخيف بالنسبة للتلميذ. ثم يذهب إلى المدرسة، وفي المدرسة كان نظام، بعض الحاجات التي تحد من حريته، تقعد لأنه في البيت ما تحركش، نعم في البيت عنده حرية، يدخل من غرفة إلى غرفة وكذا، بالضبط بالضبط. إذن هذا كله، هذه الأسباب هذه كله تجعل الطفل يهاب المدرسة. أستاذ لابري، في هذه المرحلة هذه تاع أول دخول مدرسي، شحال نقدروا نحدوا نسبة الأطفال اللي عندهم الرهاب، يعني يقعد يبكي كما مألوف، يبكي جيبوا لي ما جيبوا لي بابا، أنا ما نقعدش هنا وكامل. شوف كاين إحصائية أنا طالعت عليها ولكن قديمة شوية، يعني باش نكون أمين، معليش في 1978 يقولوا يعني حتى 15%، هذو يعني فعلا خوف، ما كانش يعني يعني الفطم هذاك باش تفطموا، يعني باش يروح نعم للمدرسة يجيهم صعيب. نعم انا نظن ما نخممت هكذاك في حدود 10%. لا هذا احصاء شويه قديم. المهم واش لازم احنا نديروا في المدرسة باش يعني نكونوا مباشرين هكذا، باش الاولياء ربما يستفادوا شويه بالضبط كيفاش يطالعوا يعني. ايه اولا اليوم راه كاين الحضانة، الحضانة هي وسيلة، وخاصة التحضيري هذاك، يعني لا قبل على النظام هي الحضانة قبل حقيقة، قبل التحضيري يعني من ثلث سنوات يقدر. نعم الحضانة، الحضانة راك تعود التلميذ أن يعيش في وسط آخر، يعني بعيد على الوسط مع أناس آخرين. هذه الحضارات تهيئ التلميذ إلى الدخول إلى المدرسة بأقل خوف، وربما حتى ما يكونش تمام، حتى الخوف ما يكونش بالضبط بالضبط. هذه واحدة. ثانيا اليوم الأول ننصح الأولياء أنهم يعودوا التلميذ قبل الدخول المدرسي، حتى أثناء تسجيله ووضع الملف تاعه عند مدير المدرسة، من الأحسن أن يأخذوا الابن مع الطفل والطفلة أبنائهم، يأخذونهم معهم إلى التسجيل باش يشوف الوسط هذا، يبدأ من هنا، يبدأ يدخل في الجو، يروح يسجل، يروح المدرسة يسجل بالضبط، يشوف المدرسة ولو يبقى فيها وقت قليل، وراه دائما تحت أماني أمه أو أبيه ويرجع. هذه اثنين. ثالثا راه جا اليوم الأول تاع الدخول المدرسي، تلقى هذا النوع من الأطفال يوصل، يعني هو حتى في الطريق يبدأ يبكي، يبكي كيجي خارج من الدار وكذا وراكم ديني السلوك نتاعو. نعم ثم عندما يوصل إلى باب المؤسسة تزيد حيدة هذه الظاهرة، يبدأ يشوف يقول وقت الفراقة ويقرب، عراو يقرب، بارك الله فيك. هنا كاين بعض الأمهات، خاصة أقول الأمهات، بعض الأمهات الدولتهم كيشوفوه في هذه الحالة واش يديروا، يستسلموا الأمر الواقع ويرجعوه إلى البيت. هذا خطأ. أنا أنصح الأولياء ما تتقلقش، وهو القلق تاع الأولياء عادي،
هو يبدا من الخوف، الطفل يخاف من المدرسه بالضبط. الخوف من بعد تولي كاين القلق عند الاولياء، حتى الاولياء يتقلقوا، ومن بعد يولي هلع. هلع كيما يكون عند الطفل كيما يكون عند الـ عند الـ عند الولي، ولي الامر. فهنا ما لازمش تقلق وما لازمش يخضع خاصه ويرجعوا، يشد في قلبه كيما حنا نقولوا، يضغط على قلبه خاطرش فيه الحنان، فيه العاطفه، عاطفه الامومه تلعب دورها يعني. هذا الشيء طبيعي هذا، ولكن لازم يدير في باله بانها فتره تمر ان شاء الله بشويه صعوبه، ولكنها تمر وما راهيش خطيره، وما كانش اللي لاول مره يعني ما تخش المدرسه يعني، الا اذا كان ظروف اخرى بالضبط. لكن نهار يومين ثلاثه اسبوع ويوصل. ثم لما يدخل الى المدرسه هنا يولي كاين دور المدرسه ودور المعلمين. فهنا الطفل اللي اول مره يدخل الى المدرسه لازم نهيئ المدرسه قبل الدخول المدرسي، لازم المدرسه نخليها جميله، نخليها جذابه، الوان، نعم خاصه الاولاد الصغار، جميل، الوان جميل، جذابه، حتى الموسيقى، نديروا الموسيقى كي يجيبوا حتى هذاك النشاطات، البهلوان، نشاطات بهلوان، يعني نجلب انظار الطفل الى اشياء يحبها الطفل بالضبط. ولا السحر، السحر هذاك يعني كل هذه بالضبط. الامور بالضبط. ثالثا او رابعا اليوم الاول يوم مهم في حياه الطفل، وفي حياه الطفل بصفه عامه، التلميذ بصفه عامه، يعني في كل الاطوار، لكن خاصه في الطور الاول والسنه الاولى لاول مره. من الذي سيستقبل التلاميذ؟ عموما المدير الماهر يقدم المعلمين الاكفاء اللي عندهم تجربه بالضبط، كبيره عندهم بيداغوجيه، نعم، هذوك يقول لهم انتم الذين تستقبلون الاولياء التلاميذ، خاصه الفصل الاول اللي نتكلم معه، خاصه الدخول اللي يعني. راه في الفصل الثاني والفصل الثالث يعني قسم ثاني والف، هذا راه والف، انا راني مع هذو. فتلقاهم يعرفوا كيف يستقبل الاطفال، يسلموا عليهم، يسلموا على على على, على, على الولي او الوليه. التلميذ يقول لك هذا المعلمه راهي تعرف امي، تعرف ابي، يعني بالضبط يبدا بالضبط بالضبط. نقلل من هذا الخوف بالضبط. من الانفصال المفاجئ والتام. ثم كذلك حتى المدير في المدرسه الابتدائيه في الصف الاول عنده دور. المدير ما لازمش يبين روحه ستريسي، هو يا اخي دخول المدرسه شويه صعيب بالضبط بالضبط، في له ستريس، المسؤول دائما تلقاه حارس وتلقاه كذا. فحتى هو المدير يستقبل مع المعلمين التلاميذ ويرافقونهم حتى في الأروقة وحتى إلى الأقسام. رابعا لابد أن نسمح لأولياء التلاميذ هؤلاء، هذا التلاميذ اللي خاف، هو نسمح لهم يدخلوا معهم حتى إلى الأقسام، يدخلوا معهم إلى الأقسام ويقعد معه فترة باه يحدث الانفصال بالتدرج، يبقى معه فترة ولو ساعة ساعتين، ومن بعد المرة الجاية ينقص. والأولياء يسمحوا لهم في المؤسسات الوطنية؟ نعم المؤسسات نعم التربوية عند الصغار يعني. نعم عند الصغار في التربية الحديثة، سنة أولى، نعم في التربية الحديثة نسمح للأولياء. جميل جميل جميل. لا ولكن في أنا نشفى نهار دخلنا احنا في سنة أولى كنا ما يدخلوش. لا ولكن إيه نعم، ولكن ثم كان طرق أخرى يعني بكل صراحة، كان طرق أخرى، كان المدير حازم وصفار ويعطي اوامر وحبيبين روحوا قوي ومانيش عارف باش يخافوه التلاميذ. هذه الطرق تاع الطرق القديمه انا عشتها، وانا كنت هكذا يعني، انا كذلك كنت. انا واحد الوقت كان يحبوا المدير الجونتي، يحبوا المدير المتفهم، كيف قلت لهم كانوا يخافوني التلاميذ، لكن مش يخافوني لانني كنت قاسي معاهم، لانني كنت احرص على فرض الانضباط في المدرسه، لانه انا لازم تكون وسط اون مان دو فير دون ان كون دو فلور. ندمت على 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 ما كنت عليه، رغم انني كنت مضطر، لان المدرسه كان فيها 1200 تلميذ. الله يبارك اللي حكمتها انا، 1200 تلميذ و أكثر من 70 أستاذ و 15 عامل تفرض الانضباط، فصعبة. ولكن مع 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 فوات الوقت وكذا غيرت، وليت نغير لأن العدد انقص وكذا، وليت غيرت الطريقة نتاعي، وليت أندمج مع التلاميذ، ولأنني يعني حتى المنظومة التربوية في تطور. نعم يعني في تطور، نعم يعني نعم نرجعوا نعم 10 سنوات ولا 20 سنة ولا 30 سنة ولا يعني الوقت لازم نعيشوا الوضع. حبيب
معليش امينه مرحبا بك مختصه أهلين اجتماعيه. اهلين يا طول عمرك طول عمرك وبناتنا. الله يخليك الاستاذ والاخ. الله يخليك. انا ماذا بيا نتكلموا على الرهاب المدرسي كما طرق الاستاذ، تكلمي لنا عن وش هما النصائح اللي نمدوهم للاسره في اول دخول مدرسي، ومن بعد راح نطرقوا الى الرهاب المدرسي في الاطوار الاخرى لانه بلكتو عنده اسباب اخرى. اذا الاسره الجزائريه كيفاش تتعايش مع الوضع هذا تاع الدخول المدرسي، وش هما النصائح كما الاستاذ قال التدرج وكذا، هل هناك نصائح اجتماعيه نفسيه يعني ممكن نوضحوها لهم؟ الاسره الجزائريه تنتظر يعني دخول ابنائها وخاصه اول مره للمدرسه بشغف. هذا الشغف عند بعض الاسر يخليها تعتبر انهم عندما يشيلوا محفظه، عندما يخمم في الملابس الجديده، يعني في المئزر، حدث عائلي بالضبط، مناسبه عائليه، عيد او دخلوا ليدي يقرا. وكاين عائله اللي بالاضافه الى هذه التحضيرات الماديه يكون تحضير نفسي اللي هو جد ضروري، وخاصه الابناء احنا نقولوا يعني حسب الاحصائيات تقريبا 80% واكثر اللي هم يعني ما كانش اللي ماهوش يخلي وليده يروح حتى للمسجد، يعني 80% ولادهم يروحوا يقراوا القران، يروحوا الجمعيات للروضات، هذا الامر جد ايجابي. كاين 20% وخاصه في المناطق اللي نتكلموا عليهم، المناطق الريفيه النائيه اللي ما عندهمش فرصه وين يدي وليده، يكون هذاك الابن مجبر بعد 6 سنوات. وحنا كاخصائيين اجتماعيين والاخصائيين في علم النفس نروح نقول على بالنا علميا انه 6 سنوات هو السن يعني الضروري والمناسب للدخول المدرسي. بالضبط. لانه في هذاك السن يكون القدرات الذهنيه تطورت بالضبط. بشكل كبير، يكون نسبه الحنان خاصه من الوالدين يكون يعني اكتفاء نوعا ما، الا انه الحنان رانا كبار وما زلنا محرومين ومحتاجين من حنان الوالدين. احنا قلت 6 سنوات هو السن الاجدر والانسب. نروح نشوف المناطق الريفيه اللي هما يعني حسب الابحاث السوسيولوجيه يعانيوا من هذا الرهاب المدرسي. اول وهله هو كان خاصه المراه اللي قاعده في البيت يعني تلتهب وليدها، يعني المدارس بعيده كذلك. صحيح. كان مشكل هذا المدرسه بالمرات بعيده، البرد وكامل. انا نظن باللي الطفل اللي يروح يقرا على بعد كيلومتر ولا 2 ولا 3 في البرد هذاك انا لازم نعلق له ميداليه. انا بالنسبه لي هذا واش حبيت نقول تحيه لهم يعني صدقني قوة. يعني يكبر قبل الوقت، قوه كبيره. بالضبط يوصل للنضج، يوصل للنضج قبل سنه يعني، ويتحرم. نشوفوا انه الحمد لله كاين تطور كبير كما قلت خويا يزيد، ذكرت سالفا تطور في المنظومه التربويه، وكاين وسائل النقل. يعني النقل ليس بالالزامي، باش نكونوا على علم، والاستاذ هنا النقل المدرسي ليس بالالزامي بل هو داخل في اطار يعني النشاطات، يعني الجانب الاجتماعي تضامني الدوله تسعى الى تحقيق الى توفيره. الا والنقل في الجزائر المنظور وزاره التضامن هي تستكلف به، ماشي وزاره التربيه، هي لانه كاين العديد من يخطئ في هذا المنظور يقول لك باللي ضروري وزاره التربيه هي اللي والاستاذ هو من اهل الاختصاص وادرى مني عمل اجتماعي. نعم. نروح لهذيك الفئات نقولوا انه يبعد على دارهم، يخرج في الشتاء كما ذكرت سالفا. يعني الوجبات رغم انه هنالك مطاعم بنسبه كبيره على مستوى الوطني، الا انه هادو الناس اللي في المناطق الريفيه راهو عنده حنان نقولوها بصراحه اكثر من النساء. احنا الخدامات المراه العامله يعني ابنائنا يتقبلوا الدخول المدرسي لانهم من 3 سنين او من 3 شهور كاينه لا نوغيس. نشوفوا المرأة العاملة في المدينة أغلبيتهم عاملات. بالضبط. نشوفوا أن كاين لا نوغيس بدءا من 3 أشهر بعد ما تخلص الأمومة، ومن بعد كاين هذيك الروضات اللي تبدا تشد، كاين من 3 أشهر كاين عام. بعد الروضة تجي التحضيري كما ذكرت يزيد باش تجي المدرسة. شوف ديجا هذا ابن العاملة راهو محضر في تحضير قبلي، ونفس الشيء راهو اعتاد، الطفل يعتاد. بالضبط. على أنه ولو على مفارقة البيت، ولو على مفارقة البيت. احنا صدقني يعني ما يسيبش صعوبة بقدر ما الأم اللي الابن تاعها تقعد معاه توت لا جورني، تعطي له الحنان، قاعدة معاه حتى 6 سنوات باش يدخل يقرا. بالضبط. هذا نصيبو صعوبة. نتكلموا عن التحضير باش نعطوا الحلول السريعة. نتكلموا عن التحضير، أنا نقول للوالدين أنتم حضروا نفسكم، لأني أنا أحيانا نجوز على المدارس
ونشوف يوم الدخول المدرسي امهات يبكوا يعني يبكيو بالضبط تبكي بالضبط اختي ولا كي تبكي تقول لي ما قدرتش نفرقوا يعني يشوف المشكل كي انا ندي وليدي ونبدا نبكي اكيد انه الابن تاعي رايح انا درت له اسقاط شخصيتي سقطتها الحاله اللي راني فيها تاع نتوحشك يا وليدي وليدي بادني هذاك الاحساس ومن بعد هو يبكي انت تبكي وهو يبكي وخلاص وتزيد كما قال الاستاذ الخطا الفادح نتجبدوا نعاود نرجعوا للبيت ترجعوا معايا للدار نقول باللي انتم حضروا نفسكم لانه ابنائنا رايحين يروحوا المدارس ماهمش رايحين يروحوا للسجن بالضبط هذا التحذير كذلك التحذير النفسي وحنا نشوفوا انه وسائل الاعلام انا نقول من هذا المنبر عندها دور اساسي وفعال وسائل الاعلام في الفتره قبل الدخول المدرسي تاع سبتمبر لازم تحضر ابنائنا تحضرهم حتى باغاني رانا نشوفوا اللي تقول حنا كنا بكري نسمعوا مدرستي الحلوه يعني هذيك الاغاني تقعد الدور كل هذا التحضير نتكلم كذلك يزيد في النقطه الاخيره عن الرهاب المدرسي ليس فقط قبل يعني قبل الدخول الاول للمدرسه لكن الرهاب المدرسي عندما يكون المتمدرس يدرس بالضبط هذه نقطه نعم. اخرى هذه نقطه اخرى مدبيا نطرق لها لاني حبيت نطرق لواحد النقطه مهمه حبيت نتكلم معك سي موسى هل في حياتك اليوميه هل تعرضت يعني عشت هذا الوضع تاع الرهاب المدرسي واش منطور هل في الدخول المدرسي ولا الطفل كان متمدرس بدا بينا تكلمنا على هذا اكيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اول حاجه نشكركم على الضيافه هذه ونشكركم بزاف على الموضوع هذا باسكو راه حساس مرحبا بك انا واحد كما يقولوا شاب جزائري واب راني عايش نقدر نسميها مشكل انا بو عندي وليدي مازال ما دخلتوش ندخلوا في تحضيري ايه ديجا انا في تحضيري عندي صعوبات كبيره معاه ما يحبش يروح انا نديه انا ندخلو بالسيف واش يقول لك كي تقولوا على شي وليدي ما تحبش تروح واش يقول لك الخطره واش يلقى لي سبه مثلا خطره يقول لي مريض خمس سنين وشوف شاوي هضر ما يقولكش راه يتعرض للعنف ولا يحصلوا ما في شيخه يقول لي شيخه تاعنا ماشي مليحه يقول لي شيخه تاعي ما نحبهاش بصح علاش ما يحبهاش هذاك هو المشكل اللي مازال ما هذه هي النقطه اللي كنت رايح نوصلها في الجانب الثاني لانه حقيقه انا نشفى بكري كاين الماده اللي كنت ندخلها فرحان وكاين الماده اللي كنت ندخلها وكاين الماده اللي مادة بيا ما ندخلهاش كاع كامل لانه هذه هي دونك حبينا نعرفوا مم الطفل لانه الطفل بريء يعني يتكلم بتلقائيه يقول على دراري يتبعوا الحنانه بالك ما كانتش حنينه معاه بالك انا نظن هما زملاء يعني ما يقولكش باللي الدراري يضربوني ولا الدراري هو ديجا تقدر تقول انا بالنسبه لي نشوفها مشكل باسكو توجور وحده ما قدرش يدير العلاقات مع لا ما قدرتش انا ما نكذبش عليك انا دائما حصل في يما ولا انت جايب وليدك اللي عنده انا نشوف باللي يما حنينه بزاف اكزاكت يما حنينه بزاف فشش هذه انا كي نديه ندخلو المسيد ملي كيديه يما تعاود ترجعو يما تعاود ترجعو تقدر تقول باللي صرا لي مشكل ولا يكرهني كي نروح مع بابا سير ندخل نقرا سير ندخل نقرا مي كي نروح مع يما فيها نيغوسياسيون نقدر نسبة كبيرة عاودي مالا الحل هو انك انت تديه كل يوم بصح الحل ما لا يعطيك الصحة على هذا على الشهادة هذه دونك الأولياء ما لازمش يضعفوا قدام ولادهم مثلا هو يدي ولده الاب يديه يخليه مثلا ومن بعد غدوه من ذاك تجي الام تديه راهي تفسد له كاع الخدمه اللي خدمها يعني لازم تعرف شويه على قلبك وتخلي ولدك يروح المدرسه استاذ لابري كاين نقطه مهمه تكلمنا عن الرهاب المدرسي في اول طور ولكن كاين الرهاب المدرسي اللي كاين تلاميذ في الثانوية في المتوسطة عنده رهاب مدرسي إما من المدرسة بصفة عامة إما من مادة معينة إما من أستاذ معين أنا مباشرة هكذا كمواطن وكأب يجيني في بالي الأخطاء التربوية مباشرة ولكن نقول باللي بلاك الأولياء في ما رفخوش ولادهم في أطوار النمو هذه اللي
انا نظن كاين بزاف الاولياء اللي كي وليدو يدخل المدرسه يقول لك خلاص المدرسه متكفله به. انا نظن هذا خطا كبير، لازم الاولياء يرافقوا ولادهم، لانه الطفل حتى الانسان بالفطره يحب يتعلم، بالفطره تسيبه في عمره 4 سنين يحب يرفض الكرطاب، يعني الطفل بالفطره يحب يروح المدرسه، كيوريو يحب يروح، يحب يكتشف اشياء جديده وكامل. انا نقول لهم الا شفتوا وليدكم ولا بنتكم ما يحبش يروح يقرا لازم تروح تشوف علاش، لانه كاين سبب. وحنا ماذا بينا نتكلموا على هذه الاسباب هذه، وش هما الاشياء اللي ممكن انها ترهب طفل، يعني من جانب التعليمي والتربوي، ما نرجعوا للاستاذه تفهمنا الجانب النفسي اللي يخلي الطفل ما يحبش يروح يقرا. هل تعرضتم لهذا الشيء؟ وهل المربيين والمكونين هذو عندهم درايه بهذا الموضوع وعندهم تكوين في هذا الشان هذا؟ شكرا سي يزيد. هي في الحقيقه الشيء اللي معروف ان العمليه التربويه والتعليميه هي عمليه مشتركه. لا نلقي هذه المسؤوليه على المدرسه وحدها بالضبط، ولا نلوم الاولياء ونكلفهم وحدهم. جميل. فالعمليه هي عمليه تفاعليه وتعاونيه وتضامنيه، الاولياء والمدرسه. وهنا كاين باب كبير في المنظومه التربويه في كل بلدان العالم، العلاقه ما بين اولياء التلاميذ وما بين المدرسه. هذا موضوع يحتاج الى دراسه والى تعمق فيه لانه مهم جدا. لا نرجع له في الحلقات مثلا، ما الاخطاء التربويه كلها راح نطرقوا لها في حلقات، ولكن احنا حابين نتكلموا على الرهاب المدرسي. نعم. هما الاشياء اللي يخليو التلميذ ما يحبش يقرا. نعم. احنا نرجع الى هذا الى سؤالك. تلقى التلاميذ في المتوسط او في الثانوي، يعني راهو كبير، هذا ماهوش ما عادش الطفل كما هذاك اللي كنا نتكلموا عليه تاع سنه اولى ولا بالضبط، راهو يقرا بصفه عاديه تقريبا، ثم فجأة يولي ما يحبش يروح إلى المدرسة، ويبدأ يلقى أسباب، مرض، أوجاع في البطن، حتى القيء، وهي فعلا يعني هذا يأثر عليه، حتى الخوف هذا يأثر عليه، حتى في السكوندار يعني يمشوا مع هذاك القلق هذاك اللي راهو عنده هو، واللي ما يروحش المدرسة. علاش؟ هي فيها أسباب، يعني الأسباب اللي نعرفوها احنا ومعروفة جدا، هي أولا المعلم، الخوف بالضبط من الأستاذ او من المعلم. ثاني كاين كيفاش يخاف من الأستاذ؟ كاين تلاميذ كيما هو الكبير مثلا يتراكموا عليه الواجبات، ثاني هل جاي انا ملوم على المعلم. نعم، لا هذه واحده من، لا المعلم هو جزء يعني لا يتجزا. نعم هو جزء، يعني كاين المعلم احيانا هو يتسبب في جعل التلميذ يخاف منه. لماذا؟ لان المعلم عندما يخطئ التلميذ مثلا يوجه له ملاحظات يعني ينقص من قيمته، ينقص من قيمته كذا، خلاص مره مرتين ثلاثه وراه في سن المراهقه او يقترب منها يحشمه مره اثنين ثلاثه بالضبط. يولي يخاف من المعلم بالضبط. وينفر من من من, بالضبط. من الدروس ومن المدرسه. هذه من جهه. من جهه ثانيه التلميذ يخاف من الامتحانات، من الاختبارات بالضبط. احنا رانا في الاختبارات، يخاف من الاختبارات ويخاف من الحصول على نقاط سيئه. غير تقرب الامتحانات او الاختبارات تلقى الطفل هذا حتى تظهر عليه بعض الاعراض، بعض الاعراض تظهر عليه. انا عشتها مع ابني لما يكون عنده ولدي لما يكون عنده اختبار غدوه من ذاك، ما يرقدش، راني مريض، راسي يوجع فيا، اعراض يعني تبان نعم مباشرة. نعم. ولكن هذا احنا ثاني كنا تكلمنا عليها في قلق الامتحان، كنت حضرت معنا. نعم. وين قلنا ما لازمش نضخموا ما لازمش نضخموا هذا الاختبار. نعم. شغل وين تولي العائله كامل جوز معك هذه الحلول، هذه الاجراءات. هذا هو كذلك كاينه نقطه وهذه شائعه اللي راح نقولها لك، حتى في اوروبا وفي امريكا، الخوف من الاعتداء من طرف الاخر، من طرف الرفاقه. بالضبط. وين لارسيلومون الانتيميداسيون والسخريه والاستهزاء. نعم 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 بالضبط. يعني وين هذا؟ نعم. تكلمنا عليه في الحصه، في حصه وهذا مشترك، يعني هذا هو الخوف، يعني بالضبط بالضبط بالضبط. هذا هذه هي الاسباب الرئيسيه الاساسيه اللي تخلي التلميذ في السن ما بعد السنوات الاولى يهرب ويخاف من المدرسه. ولكن هذا ليس بالتلميذ السيء بالضروره، هو تلميذ عادي، يعني نقدروا ننقذوه. نعم نقدر ننقذوه. كيف ننقذوه؟ لما
نشخصوا الاولياء يتحدثوا، خاطرش كاين الطفل او التلميذ ما يتكلمش عن الاسباب بالضبط، ما يحبش يقول الاسباب حبيه. وهنا هذا يحدث خاصه عندما ما يكونش فيه التواصل الدائم لا كوميونيكاسيون بيرمانونت، الحوار وكذا ما بين الاولياء واطفالهم والتلاميذ. لما يكون هذا هي الحوار ثلاثيه يعني الاطفال الاولياء والمدرسه والمدرسه المعلم. ايضا المدرسه يعني واش يعطل انه الاب ولا الام يروح يشوف المعلم قال وليدي كيفاش، يقولوا يقول وليدي انا نشوف فيه ماهوش مليح نشوفه كذا، تكلم معاه روح تكلم مع الرفاقة تاعو شوف صحابه، يا وليدي جيب صحابك للدار هاو اليوم نهايه اسبوع وراهم صحابك جيبهم للدار. سي يزيد والله نقطه طرق اليها ولي التلميذ صغير وعنده علاقة بما قلت، هو أنه يخاف من المعلم والمعلم أحيانا يكون قاسي مع التلميذ هذا بالضبط. هذا ليس لا يعني أن هذا المعلم معلم فاشل بالضبط بالضبط بالضبط. شوف ينجم يكون معلم ماهر و في القدرة ولكن البيداغوجية حاجة أخرى. نعم ولكن تنقصه هذه. أنا هنا مع التجربة مع أولادنا اللي راهم هنا تلميذة تقرأ في السنة الثالثة متوسط، سألتها قلت لها مش عارف كيف جاني السؤال هذا، قلت لها شحال جبتي في الفصل الاول في اللغه العربيه؟ قالت لي جبت 17. ما شاء الله الله يبارك. قلت لها شكون اللي قريك استاذ ولا استاذه؟ قالت لي استاذه. قلت لها اذا هذه الاستاذه راك رائعه، هذه رائعه، هذه راك متحبوات. رد الفعل تاعها واش؟ وهذه تلميذه ممتازه ربما احسن تلميذه في الصف. قالت لي شيخ، قالت لي ما زلت ما لقيتش استاذه تفهم كما هذه. قالت لي ولكن كلنا لا نحبها كلنا نكرهها. شوف يا للاسف قاسيه، شوف يا للاسف عندها عندها طرق القدرات باش عندها طرق كيف توصل المعلومات بالضبط، لكنها لكن تنقصها القدرات كيف تجعل التلميذ يحبها حتى يتعلم. شكرا 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 شكرا. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه اللي تكلمنا فيها عن الرهاب المدرسي. اذا يا اولياء الحل الوحيد هو الحوار، كما عرفتوا في الاول لازم ما تفشلوش في الطور الاول، وليدكم ولا بنتكم كي يروح يقرا ما ترجعوش معاكم للدار، لازم تخلوه تما والحضانه مليحه وانه يروح الجامعه ولا يروح باش يتعلم على الفرق نتاعكم. والرهاب المدرسي من الناحيه الثانيه اللي هي الطفل كيكون كبير شويه لازم الحوار مع الطفل ومع المدرسه يعني الاستاذ، تشوفوا ما هي الاسباب اللي خلاته ما يروحش، لان الطفل والتلميذ يحب القرايه ويحب المدرسه بالفطره. إذن تابعونا على صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا ولا عن طريق موقعنا الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، حب وحنان.